بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد الجرنوسي، والنهارده ان شاء الله معانا ثلاث منتجات او ملحقات خاصه من شركه ايسوس موجهه للجيمرز او الناس اللي بتحب تلعب، الناس اللي اكتر حظنا على القناه. اولا كيبورد ار او جي ستريكس سكوب ار اكس تي كي ال وايرلس ديلوكس، ده كله اسم كيبورد فيه مميزات كتير جدا جدا، ومن اسمه هو وايرلس، وتي كي ال هو 10 كي لس، ما بياخدش مساحه كبيره على سطح المكتب، ومش فول كيبورد، بيحبوه طبعا الناس اللي بتحب العاب الشوتر والعاب الحركه السريعه، والناس اللي بتحب تلعب بحساسيه بطيئه بالماوس. وهنا ماوس ار او جي شاكرام اكس، فيه طبعا مميزات كتيره عن الاصدار اللي فات اللي هو ما فيهوش حرف الاكس، هنشوفه برده مع بعض. وسماعه من ار او جي فيوجن 2500، فالسماعه صراحه فيها بعض المميزات الجميله جدا واللي هتخليك تحترف اللعب وتقدر تحدد الاصوات بدقه عاليه جدا جدا وقت اللعب. السماعه دي مش وايرلس ولا، لكن الماوس والكيبورد وايرلس، فبخلاف ان هم يوفروا لك مساحه على سطح المكتب بتاعك، كمان مش هتعاني من موضوع التوصيلات او الاسلاك للماوس او الكيبورد. وقبل ما نبدا كالعاده ما تنساش تدعمنا بانك تعمل لايك للفيديو، وخلونا نبدا اولا بالماوس اللي بتميزه الجويستيك رباعيه الاتجاهات دي والقابله لاعاده البرمجه عن طريق السوفت وير، وفي ثلاث اوضاع خاصه للاتصال مع قابليه توصيله بالبلوتوث لحد ثلاث اجهزه مختلفه عن طريق زر بير اللي موجود اسفل الماوس، وتقدر تشحنه بطريقتين سواء شيت شارجنج للشحن اللاسلكي او عن طريق كيبل اليو اس بي سي، وده هيكون اسرع بكل تاكيد. ولو شحنته لمده 15 دقيقه فقط هيدي لك لحد 25 ساعه لعب، وفي حاله الشحن الكامل بيدي لك لحد 114 ساعه لعب، وبالتالي تقدر تستعمله بسلك وقت اللعب وهيشحن في نفس الوقت، ولما تخلص شحن استعمله بدون سلك. ولو هنتكلم عن الكاستمايزيشن او التخصيص، فانا هنا ما اقصدش تخصيص الالوان فقط في الماوس، طبعا تقدر تغير الالوان والاضاءات والانماط بتاعتها من خلال السوفت وير اللي هو ارمور كريت، ولكن هنا انا اقصد التخصيص والتعديل في الماوس نفسه، انك تغير الشكل بتاعه، فعن طريق ازاله الغطاء ده كده بشكل بسيط جدا هتلاقي عندك فيه لوجو ار او جي، تقدر تشيله برده بشكل بسيط جدا، وتجيب القطعه الدائريه البيضه دي وترسم عليها اي رسمه انت عاوزها او تخليها عادي زي ما هي. وكمان تقدر تشيل الغطاء بتاع الكليكات او الفوق السويتشات دوت، هتشيلهم برده بشويش بالشكل ده، وتستبدل السويتشات دي بالسويتشات اللي بتيجي في علبه الماوس، والموضوع بسيط جدا جدا. ومش بس كده، ده كمان مرفق قطعتين بجانب القطعه الاساسيه للجويستيك، واحده طويله شويه عشان تناسب اشكال الايد وانماط اللعب المختلفه، ولو ملهاش استخدام بالنسبه لك تقدر تشيلها وتحط الغطا ده وتتعامل كانها مش موجوده. وبما اننا وقفنا عند الجويستيك، فخليني اقول لك ان مكانها مميز جدا وقريب من راحه الايد، بس اللي ايديهم صغيره قوي هيعانوا مع مسكه الماوس، وما انصحش اكيد ان الماوس ده يكون ليهم. والجويستيك تقدر تستخدمها بشكل رقمي او تناظري على حسب اسلوب اللعب الخاص بيك. والماوس فيه 11 زر قابلين لاعاده البرمجه عن طريق السوفت وير، وكمان تقدر تسجل وحدات الماكرو بكل سهوله. والسنسور او المستشعر الموجود هنا هو اوبتيكال سنسور، بيتراوح ما بين ال 100 لحد 36000 دي بي اي، وده رقم كبير جدا اكيد عمرك ما هتستعمله، ولكن فرد عضلات اكيد من ايسوس، والبولينج ريت بيوصل لحد 8000 هرتز في الوضع السلكي فقط، وبيدي لك دقه عظيمه للسنسور، وتقدر تغير الدي بي اي من خلال الزرار اللي في اسفل الماوس باربع مستويات مختلفه، وتميزه باللون اللي انت حابه عن طريق السوفت وير. اما عن الكيبورد التنكيلس او الاختصار اللي انت بتشوفه دايما تي كي ال، معناه ان الكيبورد بالحجم ده ممكن يكون 60% او 80%، المهم ان هو ما بيكونش فيه النم باد، وفي كيبوردات اصغر ما فيهاش الجزء ده اطلاقا. الكيبورد طبعا وايرلس، وبيجي معاه كيبل يو اس بي من نوع سي، وبيجي معاه دونجل او الوايرلس اكستندر عشان لو هتستعمله بشكل مباشر بدون السلك، وتقدر كمان تستعمله بالسلك وانت بتلعب، فهتلعب والكيبورد هيشحن معاك. بيجي معاه ريست باد بخامات كويسه عشان تريح ايدك وقت اللعب او وقت الاستخدام. وزن الكيبورد حوالي 820 جرام، ومواد التصنيع بتاعته من البلاستيك القوي الجزء السفلي، والجزء العلوي تحت الازرار هتلاقيه مدعم بطبقه من المعدن بتدي متانه وصلابه اكتر للكيبورد، وموجود شعار ار او جي فوق على اليمين، وعندك هنا اف 12 هو زرار الستيلث كي، وده زرار مهم جدا جدا بدانا نشوفه مؤخرا في الكيبوردات، من خلاله بيعمل ميوت او كتم للصوت تماما بشكل فوري بمجرد ما بتدوس عليه، وبيقفل كل الابلكيشنز او بيعمل لهم مينيمايز وتبقى على الديسكتوب. يعني زمان كان واحد بيبقى قاعد كده وفجاه ابوه يدخل عليه يكون بيلعب ولا بيعمل حاجه، يروح دايس علامه الويندو مع حرف الدي ينزل على الديسكتوب، بس لو مشغل حاجه فيها صوت فالحاج هيسمعك وهتبقى ليلتك مطينه بطين. دلوقتي ده بيعمل ميوت وبيخفي لك كل النوافذ والالعاب اللي انت
ما بتلعبهاش، وبسبب حجم الكيبورد فهو مخصص اكتر لعشاق العاب الاف بي اس اللي ما بيحبوش الكيبوردات اللي باحجام كبيره على سطح المكتب، وده بيدي حريه ومساحه اكبر لحركه الماوس بجانب الكيبورد. ودايما بشوف ان الحجم ده هو الاختيار المثالي للناس اللي بتلعب بحساسيه بطيئه، لان بالتالي هيحتاجوا يحركوا الماوس في مساحه اكبر وبسرعه، فما يقعدش يخبط في الكيبورد طول ما هو بيلعب. تقدر توصل الكيبورد بثلاث اوضاع مختلفه للتوصيل زي الماوس برضو، سواء بالكيبل المرفق او بشكل لاسلكي بتردد 2.4 جيجا هرتز عن طريق الدونجل اللي بيجي مع الكرتونه، او عن طريق البلوتوث اللي تقدر توصله لحد 3 اجهزه. وزرار التبديل بين التوصيل المناسب ليك موجود خلف الكيبورد، وجنبه منفذ تايب سي، وجنبه مكان لحفظ الوايرلس دونجل اكستندر. والكيبورد بيوصل لاكثر من 70 ساعه لعب متواصل بشكل لاسلكي حتى مع تشغيل اضاءات الار جي بي اللي تقدر تتحكم في انماطها المختلفه من خلال السوفت وير بتاع الكيبورد، وكمان تضيف ازرار او وحدات الماكرو زي ما انت عاوز وتخصص الكيبورد بشكل كبير. السويتشات اللي في الكيبورد هي اوبتيكال ميكانيكال سويتشز اسمها ار او جي ار اكس، خاصه بايسوس وبتيجي بنوعين الريد والبلو. وخد بالك ان في نوع تاني من السويتشات تبع ايسوس اسمها ان اكس مش ار اكس، فاللي معانا في النسخه دي هي السويتشات الحمراء اسمها ار او جي ار اكس، والضغطات عليها سموزي جدا. يمكن دي هي انعم ضغطات او انعم ضغطة زر انا شفتها الحقيقة. سوتشات حلوة جدا، كليكي بس صوتها مش عالي، وبتدي لك فيدباك مريح قوي وقت الضغط، وده هو صوت الضغطات. وكمان صوتها هادي جدا بسبب تصميمها المجوف اللي واخد شكل حرف الاكس، واستجابة الضغطات هي 1 ملي ثانية بعمر افتراضي بيوصل لحد 100 مليون ضغطة على حسب المواصفات الرسمية على موقع ايسوس الرسمي. كل زر فيه 4 مزاليج او ارجل لضمان تثبيت الزر، وما يبقاش فيه اي خلخلة وقت الضغط، ويضمن ان الضغطات كلها تكون متسقة وثابتة. وتقدر تخزن فيه لحد 6 بروفايلات مختلفة على حسب نوع اللعبة اللي انت بتلعبها، يعني مثلا ببجي بتلعب، فورتنايت بتلعب، زون، فبتعمل لكل لعبه بروفايل خاص بيها وتخصص الازرار بتاعتك مع وحدات الماكروز، فمش هتحتاج تقعد تعيد ده كل ما تاخد الكيبورد او تنقله من جهاز لجهاز، فالذاكره المدمجه هتساعدك في ده. واخيرا السماعه ار او جي فيوجن 2500، سماعه شكلها ضخم ولكنها خفيفه جدا ومريحه جدا في الاستخدام. بتيجي باير كابس زي ما انتم شايفين كبيره قوي، تقدر تلفها لحد 90 درجه وتحطها على سطح المكتب بتاعك بكل سهوله، فمش هتحتاج ستاند. كمان حجم الدرايفرز اللي فيها هي 50 ملي، فهتحتوي ودنك بكل سهوله. الملحقات اللي بتيجي مع السماعه كيبل تايب سي واي او اكس بطول 1.5 متر، ودونجل لتحويل بين تايب سي لتايب اي، واكواب قماشيه للسماعه ودليل التشغيل السريع، والاكواب بتغطي الاذن بالكامل وبتلف 90 درجه، واطراف المخدات مصنوعه من الجلد الناعم، والجزء الداخلي مبطن وعليه شعار ار او جي بيقلل من ارتداد الصوت مره ثانيه لودنك، وتقدر تغيرها بالمخدات القماشيه بسهوله، بس العزل مش هيكون افضل حاجه. وزن السماعه 310 جرام وهي مش تقيل على الراس، والسبب في ده ان ايسوس حافظت على ان اغلب المكونات تكون من البلاستيك المزود بدعامات في جوانب السماعه، عشان لو هتطولها او تقصرها على حسب مقاس راسك. وفي بطانه لراحه الراس من فوق طريه جدا، وبسبب كل المواصفات دي فالسماعه مريحه لللبس والاستخدام لفترات طويله، وبتدعم اضاءات ار جي بي بشريط جميل ثلاثي في الجنبين، وازرار التحكم متوزعه على السماعتين، اللي على اليمين فيها زرار التبديل بين البي سي والكونسول، وتحته بكره التحكم في مستوى صوت اللعبة او الشات او التوازن بينهم، والميزة دي للبي سي فقط. وبالمناسبة فالسماعة معتمدة من تيم سبيك وديسكورد. على الجنب التاني في زر لكتم المايك او تشغيله، وتحته في بكرة لا نهائية للتحكم في مستوى الصوت، وفي النص هتلاحظ علامة 7.1، وجنبها علامة بتوضح ان ده زرار، يعني لو ضغطت في النص هتتحكم في تفعيل الصوت المحيطي او تعطيله. وتحته في منافذ توصيل، واحد 3.5 ملي والتاني تايب سي. تجربة الصوت في الالعاب كان مميز جدا مع السماعة، وبتقدم بيز قوي وصوت نقي جدا بفضل تقنيه ضايفاها ايسوس هنا اسمها تقنيه الحجره المغلقه. فكره التقنيه دي ان مهندسين ايسوس كبروا المساحه الموجوده حوالين الدرايفات ووراها كمان لتوفير مساحه اكبر لدوران الهواء، وبيتم عزل الحجره الصوتيه باطار مطاطي عشان يمنع تسريب الهواء، وبالتالي هينتج صوت افضل وانقى. والاداء الصوتي في السماعه اليمين بيساوي الاداء الصوتي اللي في السماعه الشمال، فبالتالي هتقدر تميز كل الاصوات بسهوله، وكل ده بفضل الداك الرباعي تحديدا الهاي.
الهايرس ESS9280 اللي بيعالج الصوت بدون فقدان بيانات تقريبا. فاللي بيعمله كل ده بالسماعه انه بيعالج الترددات المختلفه لطبقات الصوت، لان في ترددات منخفضه ومتوسطه وعاليه وعاليه جدا، فبيتم التعامل مع كل تردد بشكل منفصل، والمحصله بيكون صوت معالج ونقي وواضح، والسماعه بتدعم الصوت المحيطي الافتراضي 7.1، وليه زرار تحكم في بكره السماعه زي ما شفناه من شويه. وبالنسبه للمايكروفون فهتلاحظ ان السماعه ما بيجيش معاها مايك في الكرتونه، ولا المايك هنا كمان موجود بشكل ظاهر، بمعنى ان هو مش بوم مايك زي ما احنا متعودين في اغلب السماعات التقليديه. فعندك هنا تحت ثلاث مايكات مخفيه وبيدعم عزل الضوضاء عن طريق الذكاء الاصطناعي، ونمط الالتقاط هنا هو كاردويد، يعني من اتجاه امامي فقط، وده كويس فانه مش هيلقط الصوت غير من بق اللاعب فقط، فالدوشه اللي حواليك هتكون اقل ما يمكن او تكاد تكون منعدمه في حال تفعيل ميزه عزل الضوضاء. ومن خلال تطبيق ارموري كريت تقدر تتحكم بشكل اكبر في الخيارات الصوتيه للسماعه واضاءات الار جي بي وانظمه العزل المختلفه الموجوده بالسماعه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. في النهايه بقى حابب اعرف رايكم عن افضل منتج شفتوه النهارده معانا، او المنتج اللي لفت انتباهكم واللي بتتمنوا تجيبوه ان شاء الله تجيبوه. هسيب لكم رابط الشراء بالاسعار الرسميه داخل مصر بوصف الفيديو على طول ان شاء الله، وهسيب برضو اسماء المنتجات عشان حبايبنا اللي بره مصر يبحثوا بالاسم اللي هم عاوزينه في الستور المتاح في البلد بتاعتهم ويقدروا يشتروا اي منتج عجبهم. اشوفكم على خير بقى باذن الله. كان معاكم احمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.